يسعد صباحكم جميعا ويسعد صباح جميع المشاهدين والمستمعين اينما وجدوا، وخاصه في بيته الكريم الحبيبي. الله يصبحك بانوار النبي يا رب. يعني استاذ عمر، لما بنحكي ايام ارشاديه ممكن هي الفكره انطلقت من قبل، لكن حابين نتذكر المشاهدين ايش هي هاي الفكره، ايش هي الايام الارشاديه، ومين التارجت تاعها، ومين الجمهور المستهدف تاعها؟ اختبا الايام الارشاديه، قبل ما نبدا بالايام الارشاديه احنا بنحب نقولكم تحيات وتقدير اسره جامعه فلسطين التقنيه وحضوري ممثله برئيسها الاستاذ الدكتور نور الدين ابو الرب لاسره وطاقم الفجر الجديد على متابعتهم المستمره والدؤوبه لجميع الفعاليات والنشاطات في جامعه حضوري، فالف شكر لكم. بخصوص الايام الارشاديه اخت هبة، الايام الارشاديه هي ايام تعريفيه لطلبه الثانويه العامه في مؤسسات التعليم العالي، جميع مؤسسات التعليم العالي، الجامعات والكليات. الأيام الإرشادية تنظم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية، الهدف منها إتاحة الفرصة لطلبة الثانوية العامة التعرف على الجامعات الفلسطينية وبرامجها الأكاديمية وتخصصاتها وما يتواءم مع توجه الطالب في دراسة في الجامعات الفلسطينية. ومن ناحية أخرى بتوفر للجامعات والكليات الفلسطينية إرسال إيصال رسالتها ورؤيتها للمجتمع الفلسطيني وما تقدمه من خدمات لطلبتها في الثانوية العامة. لأنه السيستم هو يعني في العادة قبل لا يكون في عنا أيام إرشادية في جهد على الطالب على أهله، ضغط وين بدك تروح اليوم، على منطقة كذا، على أبلس، على جنين، انزل على طول الكرم، فبتكون ملخبطة الأمور. كيف الطلبة رح يشاركوا ورح إيش بيترتب عليهم من خلال الأيام الإرشادية داخل الحرم؟ اليوم الإرشادي في حضوري إن شاء الله رح يكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 19/2، راح يكون بحضور أكثر من 17 مؤسسة تعليمية فلسطينية من الضفة الغربية، من جامعات الخليل، القدس، بيت لحم. هذا الشيء بيوفر الوقت والتكلفة على طلابنا للتنقل في الجامعات الفلسطينية. اليوم الإرشادي راح يزور أكثر من 2000 طالب من محافظة طول كرم والمدن القريبة والمحافظات القريبة ومن القدس، من داخل القدس، وكما تعلم في القدس أصل الحكاية. سيكون إن شاء الله عدد كبير من طلاب إنها في الداخل الفلسطيني والقدس خاصة سيتوجهون إلى حضوري لزيارة الجامعات والتعرف على الجامعة. خلال اليوم الإرشادي هناك خلينا نحكي كرنفال تربوي، يكون زيارة لمعرض الجامعات، يستطيع الطالب زيارة الجامعات والكليات الفلسطينية للتعرف على تخصصاتها وخدماتها، ثم ينتقل إلى حرم الجامعة لزيارة المعارض العلمية. هناك معارض علمية، هناك نشاطات ثقافية وفنية، طبعا في دور كبير راح يكون في أخواننا في مجلس الطلبة من خلال استقبال الطلاب وإرشادهم على مرافق الجامعة ومعارضها، بالإضافة إلى النشاطات الثقافية والرياضية إن شاء الله اللي راح تكون في الجامعة. هو يوم مفتوح، هو كرنفال تربوي بمعنى الكلمة لطلابنا بالثانوية. نعم. طب أنا عندي سؤال، إنه بالعادة أو يعني أيامنا ما كان في تنظيم الأيام الإرشادية بهاي الضخامة أو بهذا التنسيق وبهذا الكم من الجهد، فكنا إحنا نروح إحنا على الجامعات بشكل فردي، يعني كل مدرسة هيك من ضمن الرحلات التعليمية تروح على بعض الجامعات وتتعرف. ففعليا إيش الفارق اللي صنعته الأيام الإرشادية في الجامعات المنظمة بهذا المستوى عن هاي الجولة اللي ما بدي أقلل من أهميتها، لكن لا شك إنه في فارق كبير ما بينها. هبة، الأيام الإرشادية، فكرة الأيام الإرشادية انطلقت من وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع الجامعات. كان الهدف منها إنه إتاحة الفرصة للطلاب لزيارة جميع الجامعات والكليات بدون ما يكلفهم ماديا أو وقتيا. يعني مثلا اليوم إحنا في طول كرم صعب لأي مدرسة إنها خلال فصل أو فصلين تزور 17 جامعة. فإحنا كجامعات أصبحنا ندعو الجامعات الأخرى من خلال وزارة التربية والتعليم لتنظيم اليوم الإرشادي اللي موجود فيها. هلا إحنا في حضوري بزورونا الطلاب أثناء الفصل الدراسي، يعني الفصل الماضي زارنا تقريبا 3500 طالب. لكن مع هيك الفرصة الأيام الإرشادية بتخلي طلاب طول كرم وجنين ونابلس والخليل انهم يبقوا في محافظاتهم، يوفروا في وقت على انفسهم وجهد مالي، ويلتقوا في جميع الجامعات في يوم واحد. طب استاذ عمر، يعني ان تكون حضوري الام لكل الجامعات من خلال هذا اليوم الارشادي، فعليا ايش الاهميه بمكان للجامعه ولطلبه الجامعه ونظره القادمين باتجاه انهم ينضموا الى انهم يكونوا كادر طلابي في الجامعه؟ أخي خالد، اليوم حضوري وضعت اسمها على خريطة الجامعات في قوة وأصبحت منافسة بقوة، وهذا الشيء لم يأتي جزافا أو عبثا. اليوم حضوري بتقدم تعليم نوعي
عندنا 27 برنامج بكالوريوس، عندنا 26 برنامج دبلوم، عندنا 4 ماجستير، وهناك ان شاء الله قريبا رزمة من البرامج الأكاديمية سيتم اعتمادها في القريب العاجل. حضوري اليوم جامعة حكومية، كلفت أن تكون جامعة حكومية، وهذا يضع على عاتقها العديد من المسؤوليات، لكن إن شاء الله إرادة الجامعة وطواقمها والمجتمع المحلي والحكومي قادرة إنها تكون جامعة الدولة بامتياز. إحنا بنعرف الجامعات الحكومية في أي دولة في العالم هي الأول. إحنا لما بنحكي عن الأردن بنحكي عن الجامعة الأردنية، بنحكي عن القاهرة في مصر، بنحكي عن بغداد، عن دمشق. حضوري تقدم تعليم نوعي وميسر أخي خالد، يعني إحنا بنحكي مثلا عن 8200 طالب في المقر الرئيسي والفرع وفرعيها في رام الله والخليل، بنحكي 75% من طلاب الجامعة بيشملهم نظام المنح والإعفاءات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشها. إذا وجدت الجامعة الحكومية إنها توفر الدراسة في ظروف اقتصادية صعبة لشرائح عديدة من المجتمع الفلسطيني اللي مش قادرة إنها تدرس وتدفع مبالغ طائلة. جامعة حضوري بتقدم المنح لأبناء الشهداء، لأبناء الأسرى، لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم، للمتميزين، للتخصصات في مجال الكيمياء والفيزياء والأحياء. إذن إحنا مؤسسة خدماتية بتقدم تعليم مجاني أو شبه مجاني للمجتمع الفلسطيني. سيد عمر، يعني في الختام حابين نوضح إنه إمتى هاي الأيام رح تكون؟ يعني هل هي انطلقت ولا في انطلقت القادمة؟ انطلقت وكانت بدايتها في جامعة القدس أبو ديس، ثم انتقلنا إلى بيت لحم في كلية دار الكلمة، بعدها توجهنا لسلفيت والقدس في حرم جامعة القدس المفتوحة. يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله راح تكون في حضوري، واليوم الأربعاء في جامعة النجاح، وراح ننهيها إن شاء الله في الجامعة الأمريكية العربية في جنين في 12/3. إن شاء الله بنتمنى لكم النجاح والتوفيق. الله يسعدك. إذا سمحت لي أنا من خلال شاشتكم الرائعة بحب أشكر أسرة التربية والتعليم ممثلة بالأخت سلام الطاهر والأستاذ نائل القب على جهودهم الكبيرة في مشاركة الجامعة في تنظيم هذا الحدث. فمن خلال الفجر الجديد بنقول لهم بارك الله فيكم، يسعد صباحكم. كل الاحترام لك أستاذ عمر، منسق الأيام الإرشادية في جامعة فلسطين التقنية حضوري، وكذلك أيضا الدعوة مفتوحة لطلبة الإنجاز بالمشاركة، التعرف بالتأكيد على الجامعات، لأنه مرحلة بتكون يعني مليئة بالآراء وكثير يعني بصراحة من التدخلات، صاحبه بحكي له كذا، أهله كذا، هو بده كذا، التجارب، كل هذه المواضيع، فهو بالعكس بشوف كافة الخيارات وهو بيقيم وين خياره اللي راح يكون بهذا الموضوع. 100% أكيد متواصلين معكم مستمعينا ومشاهدينا في برنامج صباح الخير.